افتتاح فعاليات الدورة السابعة لملتقى المدينة الذكية للدار البيضاء بحضور نخبة من الخبراء والمهنيين ورؤساء الجماعات، ويعتبر هذا الملتقى فرصة للمشاركين لتبادل الأفكار واقتراح الحلول والمشاريع التي تساهم في مواجهة التحديات الناجمة عن التوسع الحضري المتزايد في المدن. احنا كجهة اولا نستثمر في هذا المجال بالعداد ديال الامكانيات لتكوين ديال الكفاءات في هذا الميدان، لخلق مقاولات مبتكره في هذا الميدان، وكذلك لترقيم واحد العدد ديال المصالح بما في علاقتنا مع الجماعات المحليه. وقد تم اختيار شعار المدينة الذكية نحو التحول الميتروبولي المستدام لهذه الدورة، حيث يسعى المشاركون من مختلف المقاولات الناشئة إلى اقتراح حلول مبتكرة في عدة مجالات تهدف إلى تحقيق هذه الرؤية وتلبية تطلعات المواطنين في مدن المستقبل. اليوم كنقدموا تقريبا أول طائرة بين الطيار المغربية l'assemblage de la 100% de l'Arnaf Maghrib, mais le logiciel qui opère les opérations 100% marocain. اليوم هاد الحل اللي كنقدموا حنا للمدن الذكيه، اليوم نقدروا نديروا ان بلانيفيكاسيون دو فيل من الصفر، يعني نقدروا نجيو دابا ارض قاحله ونديروا البلانيفيكاسيون ديالها. ثاني حاجه هاد لو درون هذا عنده دي فونكسيوناليتي اللي ما كاينينش عند لي درون الاخرين، اون اوتونومي افيك 2.5 في السماء، السرعه اللي كتفوت حتى 100 كيلومتر باغ اور افيك اون بريسيزيون ديال 1 سنتيمتر. حنا اللي عندنا دابا لا سوليسيون هي ديال لي كارت فيديليتي اللي كتعطاو لي كوميرسون لي ريستورون صحاب المقاهي الاوتيلات الكلوب سبور، وهذا اللي يخطب الكليان ديالهم باش الكليان كيربح معاه نقط وكيربح حتى بعض الامتيازات في التخفيضات ولا في المهم، وهذا الكليان هذا يقدر يكون حتى هو بارتنير ديالو. حنا كنسكانيو لي زيسباس باغ اكزومبل لي زيسباس دو باتريمون اكازابلانكا، المآثر ديال الدار البيضاء، كانك كتمشى ولا كتجول فيرتويلمون في لي زيسباس. وهاد الزيارات الافتراضيه كيمكننا نبارطاجيوها او نيفو ديال لي ريزو سوسيو لي سيت انترنيت، اون بو لي انتيغري في لي زابليكاسيون، اي كتكون متاحه للعموم 24 ساعه على 24 ساعه وسبعه ايام في الاسبوع. الملتقى منبر للنقاش العلمي لاستعراض احدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي في المجال، ويعتبر فضاء لرؤساء الجماعات الترابية للاطلاع على جديد هذه الابتكارات والسعي لخلق مدن تستجيب لمتطلبات المستقبل.